السلام عليكم، كيف الحال يا جماعه؟ عساكم طيبين، معكم اخوكم عمر، واليوم جيناكم بفيديو جديد من لعبه روبلوكس. طبعا حبايبي ما ادري، قاعد اتمشى في روبلوكس لقيت هذا الماب اسمه سورد فايتر سيميليتر. خلونا نجرب نشوف ايش السالفه. والله اني ما ادري عن اي شيء من عن هذا الماب. فقبل ما نبدا هذا الفيديو حبايبي، نتمنى تدعمونا باللايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا جرس التنبيهات، وانشروا هذا الفيديو في كل مكان. خلونا نقول بسم الله وعلى بركه الله نبدا. طيب ايش السالفه؟ ايوه حلو 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 حلو، جميل. يعني الموضوع فيه روبوكس ما روبوكس، وش السالفه؟ انا عندي سيف، اوكي، كل ما قاعد اضرب هنا اكسب لي مدري ايش هنا. اوكي هذه بروبوكس. اوه هذا البيض، اي في بيض بس ما عندي لازم تكون عندي 500 عشان اجيب هذا. يلا حيهم، هذا كنا عطاني مهمة. اي والله اقعد اصفق في هذولي، يا سلام. والله شكله ممتع يا جماعة الخير اللعبة، بس ما عندي اوتو. توقع الاوتو هذا بروبوكس. اوكي جلدت واحد، لازم اجلد خمسة. اتوقع اني اذا جلدت خمسة والله اعلم يعني ممكن يعطينا وشو. اه دقيقة، كنا معطوني سيف. اي والله والله عطوني سيف، هذا اقوى سيف عندي. تعال شوف كيف السيف عندي يا جماعة خير، والله قاعد يعنف. تمام حلو 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 حلو، جلدت اربعة. والله ممتعة شكلها اللعبة يا جماعة الخير. اوكي خلونا نرجع لهذا، هذا الشيء بي... ايوه اوكي خلصت اول مهمة، الحين لازم اجلد لي الاورك. وش السالفة؟ البيضة ما عندي. طيب فلوس عشان افتح البيضة. اوبن، ها اعطاني كومن، اعطاني بت. طيب ال 500 هذا كيف تنخصم؟ شلون؟ اي فلوس هذه اللي تنخصم منها؟ ها يمكن كافئني هذا بعد كومن. لحظة لحظة بعرف انا ايش السالفة شلون وذا. طيب البتات كيف اخذها؟ هذه البتات اوكي. طيب الفلوس، ها هذه فلوسي. اوكي حلوين حلوين، الحين استوعبت. طيب الحين يباني اجلد خمسة من الاورك اللي هو هذا. يا ساتر، هذا يا جماعة خير والله بياخذ وقت، والله هذا بياخذ وقت صح. حلو الحين جماعة خير قعدنا نجلد في الاوركا، بتأكد اذا فيها اكواد ولا لا. دقيقة بالله، اوكي جماعة خير لقيت كود هذا الشوب. حلو شوف الشوب ايش يعطيني، والله يقول لك عليه خصم، يعطيك سيف وما سيف وزي قوة 100، سيف ميثيك وبت اكسكلوسيف ايبك بعد، وهذه اتوقع انها حقت الباور وحقت الكوينز، وهنا في بتات. والله يا صديقي نو نو نو، هذا اللوكي بعد. اوف الحلو حلو والله، في لوكي والله، في اشياء جيده. طيب هذا هنا الكود، خلينا نستعمل الكود. 10 دقائق 10 دقائق، والله ما عندي اي مشكله. تعال خلينا نكسب منك ذا، عندي الحين 10 دقائق يا جماعة الخير، مفعلها بوست عشان الفلوس. حلو حلو جميل جميل، الحين قاعد اجلد انا في الاورك، جلدت ثلاثة، باقي لي اثنين، هذا واحد وهذاك اللي هناك واحد. والله حلوة اللعبة يا جماعة الخير، أي أحد لعبها ويفهم فيها يكتب لي في التعليقات وش يسوي وش ما يسوي، شيء جديد. وإذا عندكم مابات زي كذا وتحبون مابات زي كذا بعد اكتبوا لي في التعليقات عشان نكثر منها إن شاء الله، لأني أحس يا أخي المابات هذه ممتعة. حلو حلو حلو، خلصنا المهمة الثانية. دارك نايت وشو ذا؟ وين القاه؟ شكله ذا فوق يا جماعة. طب اعطوني سيف جديد. اي والله اعطاني هراوة كايدو. هذا ايش؟ ايه هذا اللي استخدمه البوست. حلو حلو جميل، ما عندي مشكلة. وين هذا اللي يقول عنه؟ يا ساتر هذا هو الدارك نايت. تعال والله ذا الدارك نايت يا جماعة خير، والله انه قوي. بس شوف تحت في زي الباور، يعني اذا سويت كليك كثير يزيد عندي الباور صح؟ والله شيء طيب. بس تدرون والله شكلي بشغل برنامج اوتو كليكر يا جماعه خير، والله اوتو كليكر يفك ازمه، احسن من اني ادفع يا جماعه خير وبوكس واخسر فلوس. والله وصلت الى ليجندري والباور عندي زاد، وجلدت اول واحد الحين بس اخلص. اوكي والله اعطوني اعطوني ذا، دقيقه خليني اشغل برنامج. حلو وين هذا هو؟ تعال 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 تعال، مسوي لي نفسك قوي، تعال يلا القم.
شايفين كيف صارت قوة الضربة عندي تزيد، كل مالها تزيد. والله كفو، جلدت الاثنين. حلو، الحين برجع عند هذاك الاخ اللطيف اللي قاعد يسوي لي المهمات. وشو والله بالصدفة طحت على ذا الماب، والله شكله حلو. اي والله، والله شكله حلو. ايوه ايش عندك؟ اجلد لي الحين 10. طب خليني افتح لي بت، هات بت رير. وهذا اخرتها يا عمر رير، تعبت نفسي والله، والله تعبت نفسي. يلا عوافي يا جماعة الخير، واروح اجلد لي 10 على السريع وارجع لكم. وين 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 هذا اول واحد؟ والله في واجدين فوق. اعطيه اعطيه الاوتو. اوكي اوكي يا جماعة الخير، لازلت شغال على الاوتو كليكر وقاعد اجلد فيهم واكسب لي فلوس يعني وكذا، لاني فعلت بوست. انا فعلت بوست. طيب اذا حد يعرف كيف يجيب مثلا البوست وكذا من غير روبوكس يعلمني في التعليقات، ضبطونا عاد بالله تكفون. شوفين جماعة الخير والله قوتي بدأت تزيد، بطلع فوق اكمل. اوف اعطوني اتوقع سيف جديد. الى الحين اتوقع ان الهراوة هي اقوى شيء. تعال وين رايح؟ وين رايح الحبيب؟ شوف كيف قاعد اصفقهم بسرعة يا جماعة. تعال 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 تعال, تعال. هذا شكله الرئيس حقتهم، 6 مليون قوته، يخرب بيته والله قوي. 6 مليون هذا. خلصت مهمتي؟ لا والله ما خلصت. معليش معليش خلونا نصفقكم شوي. معليش حلو، اعطوني سيف جديد. والله شكل السيف الجديد ذا قوي يا عيني. كل شوي يا جماعة الخير احصل لي سيوف وحركات وذا. والله في اشياء كثير ما شيكت عليها، الكتب وهذه بشيك عليها بعد ما يخلص عندي البوست. هاي الحبيب. اي اوكي ايوه، الحين شكلي اجلد المارد حقتهم، اكبر واحد هذاك. بروح اجلد يا جماعة، بس يخرب بيته قوته 6 مليون، يخرب بيته 6 مليون. ليش؟ بس الحد الاعلى اللي استخدمه 3 بتات، يمكن بروبوكس اقدر استخدم اكثر، بس ما راح اشتري اي شيء بروبوكس في الحلقة. ابنتظر يا جماعة الخير. اوه في بوابة، والله قاعد اصفق زين. اجلد لي واحد، اخلص هذه المهمة، شكلي بيقول لي روح يا حبيبي جلد لي 10 منه. استهبل انت، مشوار وجلد 10. يلا يا جماعة الخير هذا قربنا نجلده، بسم الله لس جو. جلدنا وعطوني سيف يا جماعة الخير، سيف جديد بس ما ادري او انه طوروا سيفي، ما ادري شو الحكمة. وهذه هنا البتات اللي عندي اكيد تعطيني قوة زيادة. الظاهر الظاهر والله اعلم اني جمعت فلوس العالم الثاني. والله في اشياء واجد ما شيكت عليها ورا، روح اشيك عليها بس منتظر البوست يخلص، يعني بستغل البوست لانه ما عندي غيره. هاي الحبيب. الحين كم تبي اجلد؟ 5. يخرب بيتك 5 كثير علي، والله 5 كثير. اوكي اوكي اوكي، كنا اعطاني حقة الباور. هذا العالم الثاني اتوقع صح؟ شوفوا لما اضرب قوتي تزيد، وانا مشغل الاوتو كليكر قاعدة تزيد قوتي، شايفين كيف؟ فوالله الله يخلي لنا الاوتو كليكر صراحة، برنامج بطل. والله خلاني يا جماعة خير ارسبن اقوي نفسي، ما باقي لي الا دقيقتين. شوفوا الحين هذا كيف اطقه بضربة واحدة، شوف ضربة واحدة قاعد اجلدهم. خليني اشوف الحبيب هذا ايش عنده. وقف وقف، ايوه حلو. وين وش هذا؟ اعطاني ايتم. طيب خلصنا المهام، اعطاني ايتم. طيب خلوني اشوف هذا وش هو. اوكي حلو، بس رجعني للصفر صح ولا لا؟ الشوب وش يعطيني الشوب؟ وش السالفة؟ طيب انا ما راح اهتم للشوب فيه. وش هذا؟ التليبورت برضو بروبوكس، ما حد مهتم. الاندكس هذا اللي هو البتات. يا ساتر والله في ميثك هنا، في سيكرت بعد. اوكي هذا ايش فايدتها ذي؟ اتوقع هذه قوتي صح؟ طيب فلوسي صفرت، وضعي صار تبن. والله لو دريت يا اخي. وش هذا؟ اوكي بعد هنا سكيب 10 دقائق. ها سانتا، سانتا عندك مهام بعد. خلونا يا جماعة الخير وش السالفة هنا؟ يا اخي الشوب هذا كل شوية يأشر لي، ما ادري ايش سالفته الشوب. حلو 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 يا جماعة الخير، هذه جت، هذه رسبنت، ابغى اخليها عندي تفلل واجمع فلوس في نفس الوقت. صرت اجلدهم يا جماعة الخير بضربتين. حلو حلو، شوف وصلت لاي قوة. والله ما شاء الله قوتي يا جماعة صارت بعيد. طب دقيقة بس، شو هذا؟ معطيني ايتمات بس والله ما ادري ايش فايدتهم. طيب الشوب هنا اتوقع عشان هذه فل. هذا وشو؟ لحظة
اقدر ابيع؟ خليني ابيع هذول ما من امهم فايده. صفيت امهم ها؟ سلكت اول؟ لا 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 هذا والله ما بيع هذا. يس بيع. شوف هذا يا جماعه الخير كم قوته. ايوه حلو الحين جمعت الفلوس حق هذا العالم. خلونا نشوف يا جماعه الخير هذا العالم. يس اشتر. بس قبل لا اروح اشوف هذا العالم في اشياء يا جماعه الخير ودي اشوفها. اتوقع حقه الشوب يقول لي اشتر مساحه او شيء. ما ابي اشتري له مساحات. في شيء ودي اجربه البيض. بيفتح بيض. في هنا شست والله. ايش هذا الشست؟ السالفه؟ الله يسعدكم شكرا والله. دلعوني والله. يا ساتر. هذه العوالم شوف كم قيمتها. هذه كل العوالم اتوقع صح اللي موجوده في الماب. والله اسعارها مره كثير. اسحب 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 عليها. اروح افتح لي بيض، شو رايكم؟ شوف هذا البيض اعلى شيء فيه ليجندري. هنا في ميثك. افتح يا حبيبي. حلو طلع لي ايبك، والله ممتاز طلع لي ذا. بس تخيلوا يا جماعة الخير ما طلع لي لا الرير هذا ولا طلع لي الإبك الثاني ولا الليجندري. خلوني أفتح أجرب. حلو طلع لي رير ممتاز ممتاز ما عندي أي مشكلة. أوكي ليجندري ليتس جو. يا سلام والله طلع لي ليجندري حركات. طلعنا يا جماعة الخير الليجندري. يلا بسم الله إن شاء الله يطلع لي الميثك. والله خلصت. دقيقة هذا وش هو؟ هذا بروبوكس. اسحب اسحب عليه. شو يا جماعة الخير هذا جبت البتات هنا. كثر بكثر فلوسي بروح اجلد هذولي. اوكي يا جماعة الخير خلونا نقول بسم الله وبركة الله جمعت مليون وعليها بفتح لين يجيني الميثك. فخلونا يا جماعة الخير ننتقل الحين للعالم الثاني. ادري اني طولت شوي ممكن بهذا الفيديو لكن خلينا نحول هنا. يلا بسم الله. اوكي يا جماعة الخير بسم الله الرحمن الرحيم هذا العالم الثاني. اوف اوف البيضة هنا بثلاثة مليون والله غالية. شوف هنا الكمن وهذا والله ايش دقيقة. والله شوف اعطوني ملايين هنا سريع سريع. طيب هذا بتعطيني مهمة اكيد. اجلد ثلاثة سكيلتون. شغل هذا يا مدير. هذا سكيلتون جلدناه. صاير اجلدهم سريع سريع. والله في سيوف جديدة بعد تطلع لي. حلو 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 ممتاز ممتاز. اوب 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 اوب. شكل ذا السيف بشوف كم قوته. الباور 150 يا ساتر. 100 150 50. شوف بالله حقتي كم قوته 34 وفرحان فيه بعد. يمينا بالله مسكين انا. اوكي جلدتهم كم تبون الحين؟ كم سكيلتون اجلد؟ 12. حاضرين العيون الطيبين حاضرين. هذا واحد. ايش تبين؟ اعطتني اعطتني فلوس خلاص. اقدر افتح فيها بيض هنا لكن هذه ما راح اجيها بيخلص الاولى يا جماعه. الله في اشياء يمكن لازم اسويها. هذا ايش؟ شايني. ها؟ والله الله 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 الله. اقدر ادمج بتات. والله لادمجهم. ايوه. لا كان اعطاني غلط. افا ليه؟ خلينا نجرب هذا يا جماعه الخير. هذا عاد 100% بيطلع لي شايني. طب اشوف قوته ممكن. صح هذا هو شوفوا الشايني. طلع لي شايني يا جماعه. دقيقه خلينا نشوف خلينا نشوف الشايني اللي طلع لي. يا حبيبي شوف شوف الشايني شوف البت الشايني. ليتس جو ليتس جو. هذا هو يا جماعة الخير الميثك اخيرا جبناه. والله كفو والله كفو. ودي اشوف الاندكس. وين الاندكس؟ هذا هو. شوف كل البتات العادية اللي في العالم الاول خلصتها بس حقت الروبوكس ما خلصتها. عندي هذا هذا الشايني الوحيد اللي لقيته. في هذا بس هذا بروبوكس فبسحب عليه. فليتس جو. هذه بتاتي الجديدة. هذا شايني والباقي كله حذفته ما منهم فايدة. وبس يا حبايبنا كان هذا فيديونا لليوم. اتمنى تكونوا استمتعتوا. اذا استمتعتوا اكتبوا لي تحت في التعليقات واضغطوا لايك وانشروا هذا الفيديو في كل مكان واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات. اذا تبون فيديو ثاني دعمكم يبين لنا نكمل في هذه السلسله او لا. واذا عندكم مابات مشابهه لهذا الماب ودكم اننا نلعبه اكتبوا لي اسماء المابات تحت في التعليقات. وبس كالعاده حبايبي نهايه كل فيديو بقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
سلام.